أبو قاسم، لو توقفنا أمام محطات حقبة الثمانينات والتسعينات وما بعد الألفين، أي حقبة منهم أقرب لقلب وفكر أبو قاسم ولماذا؟ صراحة يعني أقرب فترة إلى قلبي هي فترة الفترة الحالية، يعني الفترة الحالية، لأن الفترة الحالية فيها عودة قوية جدا للرثاء، بغض النظر عن أنه يمكن أنا ما أتعاطف واجد ويا الجنون الإيقاعي اللي قاعد يصير، يعني قصيدة فيها كذا لحن واللحن نفسه إلى كذا فرع، وأنا مو واجد يعني، مع أني أؤمن أنا بالتجديد، لكن أحس أن في مبالغة في التجديد اللحني، بس على الصعيد المضموني أتكلم، أقرب فترة لقلبي هي الفترة الحالية، وأقرب فترة لعقلي هي فترة التسعينات. زين، الفترة الحالية أنا أحس فعلاً في صحوة باتجاه الرثاء، صحوة جداً يعني قوية، وهذا يستهويني واجد، لأن أنا بدأت حتى صرت يعني ما يعني صرت أقيم نجاح الليلة لما أكون مستمع خاصة، ولما أكون يعني أشير أو كاتب، لما أكون مستمع صرت أقيم نجاحها بحجم الرثاء اللي فيها. مع أن في بعض يعني الأخوة مثلاً يشوفون أن هذا يبرد الموكب، يعني بعض الأخوان حتى عندنا في لجنة الموكب نفسهم يعني يقول لك أن المزيد من الرثاء يخلي الموكب بارد، أنا ما أبي الموكب يبرد، أنا بالنسبة لي أهم شيء كمدير للموكب أن الموكب يبدأ حار وينتهي بنفس الحرارة إلى نهايته. صح. بس أنا طبعاً مو واجد أتعاطف وجهة النظر هذه، بالصحة وباتجاه الرثاء واجب تستهوينا في الفترة الحالية، يعني من ناحية قلبية، وفقط أنا يعني أتمنى أن يعاد النظر في مسألة الإيقاعية بشكل يعني يكون في اقتصاد في التنويع بقدر حتى لا يوقع الرادود نفسه، يعني أنا صراحة أرسل الروادود الحاليين، يعني أنا أتذكر على أيامنا بس أنا أعرف أن الليلة عندي مثلا مشاركة بوك أمس يوم العصر أبرز اللحن وأكتب خلاص، يعني يعني الحين أنا أشوف الرادود يرهق كثيرا، يعني يسوي وزن وبعدين لازم يسوي للوزن الأول كسرة ولازم يسوي للوزن الثاني ويعرضهم، وبعدين يقولون لترى الوزن الأول أوكي بس كسرة ثانية أوكي صح ورجع، يعني فطبعا أنا صراحة أتألم واجد لدرجة، يعني لأن أحس أن هو كمنشد هو يعني هو بعد قصيدة مو بس للشعر، قصيدة اللي هو بعد يعني هو بعد يبغيه يعني يبغيه يتفاعل إياها، يبغيه يتحسس كلماتها، يعني متى يمدي يسوي هذا الشيء إذا كان كل هذا يعني الصخب يعني من حوله يعني. نرجع إلى أبو حسين، هل ترى بأن القصيدة الموكبية الحالية تحتاج لتهذيب من حيث الشكل والمضمون؟ إذا كان الجواب نعم فأشر لنا على مكمن الخطأ. هو مو فقط القصيدة الحالية، أي قصيدة فهو جهد بشري قابل إلى الخطأ، قابل إلى الصح، هو اجتهاد. وإنما هل نسبة الصواب فيها أفضل، نسبة إعجاب الناس فيها أو أقل، هاي المسألة. فإذا بتسألني يعني بمضمون السؤال هل تحتاج القصيدة اليوم إلى تهذيب، أنا أعتقد أقول لك معظم القصائد نعم تحتاج. اليوم ما بدأت القصيدة تستهوي الجماهير، كل الجماهير. الموكب العزائي اليوم لم يستهوي كل الأعمار. احنا عندنا سن ليفل معين موجود في الموكب اليوم، أقصد اللطامة وحتى الجمهور اللي حوله، مو موجود كل الناس. الأول كنت تشوف الكل أبانا بوزراتهم يجون يعزون، صحيح،
واولادنا اللي صاروا مسوين سلسول وراء في الموكب. اليوم ما تشوف احد. في فئات معينه استقطبها الموكب وخرجت فئات كثيره. حتى بعض الناس مهتمين سابقا بالموكب ممكن يكتبون ممكن رواديد اليوم ما يستهوي يحضر الموكب، يمكن على اقل عذر ما يحضر الموكب، وبالتالي الموكب يعني شوي فقد شيء من بريقه في الواقع الجماهيري. من اسباب ذلك هو ادخال الاوزان الجديده، الاوزان المتعدده اللي دخلت في الموكب اللي فيها حاله من يعني الإسهاب وفيها حالة من التصنع أسميها. أنا أعتقد مو أقول تغيير ولا أقول تطوير، أنا أقول تخريب للموكب. هذا سببت يعني رجوع للموكب إلى الخلف بصورة كبيرة جدا، زين، حتى سببت ضغط على الكتاب. يعني يجي الكاتب يتوهق في بعض الأحيان ويا بعض الأوزان، لا هي أوزان شعرية لا أوزان شلون يكتبها يعني، فيضطر أن يكتب أي كلام حتى يمشي. واحد من الرواديد في يوم من الأيام احتاج إلى قصيدة، فأرسل إلى شخص من الشعراء طرش لي قصيدة بالإيميل، نعم، يمكن فيها 18 وزن. هو يقول لي نفس الرادود، يقول أنا ما أشيل هالعدد من الأوزان، أنا أبي بس وزنين ثلاثة أربعة بالكثير. يقول قمت أحذف أبيات، قول تأثرت القصيدة صار فيها شيء أبدا، مما يعني ان ما في وحده عضويه، ما في تسلسل في القصيده. نعم. يعني الابيات اللي فوق نفس فكره الابيات اللي تحت بس جاي منها باوزان. نعم. حشو يعني. نعم نعم نعم. وبالتالي خرجت. الكثير من اليوم انا اسال اي واحد من الناس اذا يطلع من الموكب وحافظ شيء من الموكب، ابو قاسم احنا الاول عايزين نطلع حافظين نص القصيده والناس حافظتنها، لا في سوشيال ميديا ولا في تسجيل ولا في شيء. اليوم تطلع من الموكب ما تدري وش المستهل، بسبب شنو؟ بسبب ان القصيده ما دخلت، ما وصلت الداخل، وقوم ان الناس بدات تلطم على النغمه اكثر مما تلطم على الكلمات. واحد من الرواديد يتكلم يا واحد من رئيس موكب، يقول لي انت فهمت انت رايح جاي في الموكب؟ فهمت انا وش قلت في الموكب؟ قال لي ايه فهمت. التفت لرفيقه الثاني منا قال انت منهم فهم شيء منك اصلا، انت تقول الموكب ما حد فهم شيء. وبالفعل يعني، وبالتالي انا اقول بالفعل نحتاج الى وقفه مع ما يكتب اليوم، الى حاله من ماذا نطرح من فكر، ماذا نطرح من عطاء في المواكب. نعم هناك كتابات يعني كبيره، هناك كتابات مضبوطه، هناك كتابات فيها عطاء ما ننكر، لكن أكثر ما هو موجود اليوم في مواكب وحتى مواكب مركزية أنا أعتقد بأنه يحتاج إلى وقفة تهذيب في هالجانب. أبو قاسم، يأخذ البعض على لجان المواكب وعليكم عدم المساهمة الفاعلة في إنتاج جيل جديد من الشعراء، هل من كلمة في هذا المجال؟ في الحقيقة فعلا أنا أشعر يعني أن احنا كشعراء مقصرين في هذا الجانب. يعني إذا أخذنا في الاعتبار مثلا ما يقوم به الرواديد على مدار السنة، يعني يقعدون يدربون وأيضا يجيبون رواديد جدد ويعلمونهم، ولذلك تلاقي على طول هناك يعني البحرين في الرواديد ولادة يعني أحسن زين، وما يتوقف، وبالعكس يمكن العدد حتى اكثر من الحاجه يعني، حتى لذلك كثيرين مساكين يادوب في السنه يشارك مره واحده يعني. بينما احنا على صعيد الشعر بالفعل عندنا ناقص، وطبعا مع الفارق لازم ننظر مثل ما قلنا قياس مع الفارق، لان الشعر طبعا يحتاج الى ثقافه، يحتاج الى ايضا ملكه يعني، طبعا حتى الشعر برضو يحتاج لملكه ايضا، بس بعد هاي ملكات الشعر أكثر خصوصية. لكن أنا أتفق مع وجهة النظر إن نحن كشعراء بحاجة إلى ملتقيات إحنا نقعد فيها الحين اللي عجزنا نقعد فيها ونسمع الشعراء الشباب وننتقدهم. أنا شفت المقابلة اليوم مع الشاعر صديقنا عبد الله القرمزي، وكان يقول يعني إن إحنا شلون نربي الجو النقدي أو نربي الحساسية النقدية. يقول علشان نربي الحساسية النقدية لازم نعرض قصائدنا على بعضنا بعض، صح،
بس هو يتكلم ممكن عن جيل شعراء معين، لكن انا اقصد الكلام اللي انت تقول ان احنا شلون نطلع جيل جديد من الشعراء بدل ما يضل الرادود، يعني اذا ما كتب له كريم وشيخ مجيد وفلان خلاص ما عنده احد يروح، ما عنده احد يدور لهم، او هم بعد اصلا اوريدي يكونوا مشغولين بكتابه لاكثر من واحد. فانا يعني ادعو بقوه ان مثل ما للرواديد تجمعاتهم، ايضا لازم الشعراء يكون بهذه المهمه، ولو ان الشعراء مشكله الشعراء انهم عندهم نوع من انه يعني نظر ان انا مو محتاج لهذا الشيء، يعني في هالموضوع الرواديد اكثر تواضع، يعني الرادود اكثر تواضع انه يحس ان ليله اللي فيه تمرين هو محتاج يحضر كمحتاج مو يحضر كاستاذ. نعم صحيح. الشعراء طبعا هاي شيء ما ادري يمكن تطلعه حتى في الشعراء، يعني يقول انا اكتب انا وش خصني انا لازم يطلع شاعر يعني، او انا اعلم مو لازم يعني. نعم. يعني ما في الاحساس بان لازم انا انقل هذه الخبره جيلا فجيل. فاتمنى انه يعني اتفق يعني الى حد كبير مع بعض الملاحظات مع هذه الملاحظات يعني الجزئيه اتفق معها. ابا علي ابا حسين، فضيلة الشيخ، هل تفضل كتابة القصيدة أولا ثم تلحينها، أم التلحين قبل الكتابة، أم لا تجد هناك فارق في ذلك؟ والله أنا أؤمن بأن القصيدة هي التي تكتبني. نعم. ولست كاتبها. في بعض الأحيان يعني حتى من نقاد الشعر عربي بالخصوص يرى بأن القصيدة في بعض الأحيان تفرض نفسها حتى في القافية والوزن على الشعر. ما أشوف إلا كاتب شيء. نعم. يطلع من عنده أي شيء بدون تخطيط. يطلع عنده قافية، يطلع عنده وزن، يطلع عنده كذا بدون تخطيط. فلذلك تجد بأن قصائد الرثاء مثلاً دائماً يكتبها الواحد على أبحر طويلة. القصائد الفرح والنشوة تجي على أوزان. قصير نعم فيها نعم طرف فيها نعم نقزة. نعم نعم. هذه أشياء طبيعية حسب الشعر. فلو بتسألني بقول لك أنا طبعا الأفضل لي ويمكن إلى غيري أن تكون القصيدة نابعة من داخله من دون إملاءات من أحد، لا من وزن ولا من قافية. نعم ولا من شيء. نعم نعم. هذا الأفضل. لكن أنا جربت الاثنين، يعني جتني أوزان جاهزة كتبت عليها إذا استطربتها إن صح التعبير، إذا تناغمت معهم سجمت إياها. في بعض الأحيان أقول لي لا هذا الوزن شيله، في آخر المحرم الآن تنزل بعض القصائد في شهر المحرم جتني أوزان جاهزة كسرات اعترف عليها، قلت هذا الكسر ما مبيه أنا حطيت كسرة من عندي، فقال مو مشكلة. بسبب شنو؟ بسبب أن أنا ما أفتحت لها، ما أقدر أبدع فيها. نعم. القصيدة يجب أن لا تغتصب، قصيدة تطلع بسجية الإنسان، لا أرغم نفسي على كتابة وزن أو كتابة مو مرتاح له، هذه المفروض له. فالأفضل في الواقع إحنا من قبل كنا نسوي هذه العملية إن إحنا نكتب ثم جت الحين، سواء كان إحنا منشيله أو حتى غيرنا كان. الحين أنا أقول أدعي أن هناك ضعف في التلحين، هذه الألحان اللي نسمعها كلها أنت لو تخليها 18 وزن لو بتوطقها كلها تطلع وزن أو وزنين في الواقع، وإنما قاعد يطيل هني ويمد هني ويختصر هني. بس أقول في ضعف في التلحين، متى يكون الملحن قوي؟ حينما يحصل قصيدة خام ويلحنها ويطلع أفضل الألحان، هذا نسميه ملحن. اليوم في ناس خاصين في التلحين، يعني حتى في الغناء، هذا تودي لي قصيدة خام على أي وزن ويطلع لك أروع لحن فيها. إذا حصلنا ناس بهالمستوى نقول في ملحن. أما أنت بتزنزن لي في أدنى الداعوس زين وبتطلع لي وزن من زنزن وبتقول لي تعال سو عليك، فأنت مو ملحن في الواقع. صحيح. هذا مو تلحين. فلذلك أنا أؤمن دائما بأن القصيدة تفرض نفسها على الكاتب، وأعتقد بدون ما أدري رأي أبو قاسم أدري إن يوم اللي ينزل عليه وحي الشعر ما ينام، وبعض الأحيان تمر علينا بعض الليالي وأنا على المرقد والقلم عندي
والدفتر موجود كل حين انزل لي شيء واكتب صح. تفرض نفسها القصيده. ابو قاسم ايش رايك في كلام فضيله الشيخ؟ انت هل تفضل التلحين قبل الكتابه او الكتابه؟ انا طبعا افضل التلحين بعد الكتابه نعم، لكن مثل ما يقولون اذا ما طاعك الزمان طيح. نعم، احيانا بعد الاجواء تعطيك يعني ايه يعني يعني هذا ايضا تعدد الاوزان وتعدد ايضا فتح مجال يعني ان للشعراء ان بعد يجربون اشياء ما جربوها، لان يمكن لو بقينا احنا بدون هذا التعدد ظلنا يمكن نكتب على يعني انا شخصيا افضل الوزن الطويل واجد، خصوصا الوزن الطويل الطويل ده يعني اللي هو يعني وزن احرم الحجاج. يعني احب اكتب على هذا، لو تقول لي اكتب الى يوم القيامه قاعد اكتب يعني احب اكتب عليه. لكن لو ظليت انا اكتب على هذا الشيء طبعا بتكون تجربتي محدوده. بالتاكيد ان الحين التعدد خلى الشاعر يخوض ايضا مغامرات، ومهم الشاعر يغامر ايضا. صحيح. اذا الشاعر ما غامر من اللي غامر؟ هو ابو المغامرات الشاعر اصلا. لكن يعني لازم يصير في نوع من الحوار. لكن الحوار ده المشكلة شنو هو؟ إن مشي الرادود صار الحين يعني حتى اللجنة تتدخل يعني في الألحان ماله، ولو قالوا له مثلا أنت كمؤدي لازم تحذف هاللحن وتخلي هذا اللحن، وهو يعني أمام استحقاقات كثيرة يعني هو صاير تقدر تقول مثل السندويتش يعني بين الشاعر وبين اللجنة وبين حتى المعزين. يعني الحين حتى صار في مجموعة جديدة يمكن بدأت في السنوات الأخيرة حتى في نهاية القرن العشرين أو بداية القرن عفوا في الحين في منتصف القرن 21 بدأت تطلع الظاهرة، لأن في مجموعة من المعزين أو يسمونهم يعني مثل فرق النخبة يعني يسمونهم نعم يعني اللطامين النخبة صاروا هم يحددون حتى مصير نعم مصير الموكب نعم، ويقولون اللجنة مثلا إذا محمد الشيخ ما يجيب لي الطريقة ما بنجي، أو إذا نعم الليلة ما بيجي الرادود الفلاني. فأنت طبعا أنت يعني حين الشاعر لازم يعني ينظر لكل هالأمور كلها صح. يعني إذا هو مثل ما نقول الشيخ أبو حسين إذا هو بيحتكم فقط إلى موهبته وإلى الشعرية الصارمة يعني يجب أن لا يكترث بأحد ويمضي ويقول والله تبغون هذا اللي عندي. لكن إذا قاس الأمور بكل هالتوازنات هذه يحس أنه يعني أحيانا يعني يكون في تنازل يعني في صعيد الألحان. أما لو كان على كيف بالتأكيد يعني القريحة وما تقترح يعني تقترح عليك وزن الطويل تقترح عليك الوزن. نعم نعم نعم. أبو قاسم عندما تشرع في كتابة القصيدة الموكبية هل هناك أجواء معينة لكتابة هذه القصيدة؟ أنا صراحة يعني أهم شيء يعني أكتب القصيدة أنا غالباً يعني بروحي، يعني قصدي أقولها قبل لا أكتبها. يعني مثلاً ممكن أقول 30 بيت 40 بيت أقولهم بعد ما كتبتهم يعني وأنا في السيارة وأنا أشتغل وأنا مثلاً شدي أقول. يعني مثلاً مثل قصيدة أتذكر أنا أحرم الحجاج، مو أحرم الحجاج عفواً أحرم الحجاج قصيدة عن الأربعين، لو رأيت عينك يا جابر للصبط قتيل. يعني أنا مسويها على لحن أحرام الحجاج، ما أدري كانت كم بيت، ممكن 50 هي بيت أو كلها كتبتها كذي يعني بعدين كتبتها. فأنا واجد أسوي الطريقة دي، يعني قد أكتب فقرة فقرتين ثلاث أكتبهم يعني بدون ما أكتب، قصدي أقولهم بدون ما أكتبهم بعدين أجي أفرغهم في الورق. يعني يعني دائما أسوي كذي، يعني أتكلم عن الأشياء اللي لي أنا غالبا. يعني بالنسبة للأشياء اللي أكتبها إلى الشعراء إلى عفواً الرواديد يعني تختلف، يعني
احيانا اذا كان شدني الوزن اقوم بنفس الطريقه، واذا خصوصا الوزن الاول اللي هو يعني بالنسبه للشعراء يحبون الوزن الاول غالبا لانه الوزن المريح للكتابه يعني. فاكتب يعني بعض الاشياء بالنسبه لبعض الرواديد قد اكتب له فقره كامله بهالطريقه يعني قبل لا ادونها على الورق، لكن ما عندي جو معين يعني. مثل بعض الشعراء يقول لك ان لازم يكون في الليل في الظلام، لازم يكون في النهار، يعني ما عندي وقت محدد. بس في ملاحظة أنا لاحظتها يعني، إن أنت تكون في قمة اندفاعك للكتابة لما تبدأ مع الصباح الباكر، تكون في قمة يعني غالبا تكون يعني مثلا لما يكون في يوم إجازة ما عندك عمل، والصبح مثلا بعد الفجر نايم كفاية، تحس بالفترة هذه أفضل حتى يعني تصيد، لأنه المعاني تبقى صيد يعني مثل قنص يعني زين، تصيد المعاني في الفترة هذه يعني. يعني يمكن هذا هو الملاحظة يعني كملاحظة، بس أنا ما أربط روحي يعني بطقس معين يعني. حسنت. أبو حسين، كلمة أخيرة تقدمها للشعراء والرواد. والله أنا أقل من أن أقدم كلمة إلى الشعراء والرواديد وخدام أهل البيت، بس أوصيهم وأوصي نفسي. بالنسبة إلى الرواديد، أتمنى واقعا أن يعاد النظر في الإسفاف في مسألة الألحان والأوزان. يعني أنا دائما أقول الفترة الجميلة والذهبية اللي كانت في التسعينات كان في تعدد أوزان، وقصائدها إلى اليوم خالدة وعلى أوزان صحيحة، 5-4 أوزان معقول، بدل ما أنا أستهلك أوزان ما لها يعني داعي. فأحب أن يعاد النظر في هذا الموضوع، تكون أوزان سليمة حتى الموكب يطلع بأفضل، حتى غيري يسمع. إحنا ما نكتب فقط إلى ذوقنا إحنا في البحرين، بعض الأحيان جينا رسائل من برا يعني من دول أوروبية، الناس الجاليات الشيعية العايشة هناك من العراق، يستلذون بقصائد معينة برواديد معينة لأنهم حافظين على هالنمط، فهذه ينبغي أن ينظر إليها. فالألحان والأوزان. بالنسبة إلى الشعراء، أتمنى أن نرى إبداعات أكثر في موضوع الشعر. بالفعل إحنا بحاجة إلى أن نتناقش، أن نتحاور، أن نتبادل الخبرات مع بعضنا البعض، وفي تجارب من هالنوع. يعني أنا أتذكر في السنابس من سنوات طويلة عندهم لقاء أسبوعي للشعراء، أسبوعيا يلتقون، وموجود عندهم نقاد، وموجود عندهم رواديد، وموجود عندهم شعراء، ويطرحون قصيدة ويشرحونها، يطلع الواحد مستفيد أفكار جديدة، أمور جديدة. في بعض الأحيان يستفيد أشياء، ترى حينما أنت تسمع، حتى إذا تسمع إلى غيرك تستفيد أفكار. واحد مرة واحد من الشعراء يقول لي أنا سمعت، أنا كتبت قصيدة يعني من القصائد، يقول أنا سمعت قصيدة كتبت على ضوها 3 قصائد، ويمكن أنا أسمع قصيدة أو بيت من أحد، أنا جيني أفكار أكتب قصيدة كاملة. نعم. يصير حالة من التبادل. ففي الواقع بالفعل أنه ينبغي أن يكون العمل يعني عمل جماعي بين الشعراء، يقعدون مع بعض، يناقشون مع بعض، تكون هناك دورات ورش عمل على أساس صقل الموهبة الشعرية، بالخصوص عند الشباب الناشئ اليوم يستفيد من الخبرات. جميل. حسنت. أبو قاسم، نفس السؤال. بالنسبة للشعراء، أنا أوصيهم بالقراءة أولا، لأن من لا يقرأ لا يكتب، ولذلك بعض الشعراء يقول أنت لما تمنع كتاب، أنت ما تمنع الكتاب القراءة، تتمنع الكتابة أصلاً. نعم. فأنا أوصيهم بالقراءة واجد، وليس القراءة في الشعر فقط، وإنما القراءة في الثقافة بشكل عام. وأوصيهم أيضاً بالاستماع المنبري، لأن أنا لاحظت كثير من الرواديد وحتى من الشعراء ما يسمع طول السنة يعني، لأن مهم اللي تربي عندك الإحساس. أنت أوكي، أنت جيد في التلحين، جيد في الكلمات، جيد، بس في إحساس يعني يقول لك لما تشيل ويعني انت مو قاعد تقول كلام، فعلا ترى في راس انقطع، وفي شخص قتل، وفي مو كلمات، هي مو كلمات، هي
هي شيء يعني كلمات مصنوعة من لحم ودم، يعني مو بس أنت مو قاعد تقول حروف، يعني هذا الشيء ما يجي إلا بالاستماع بالحضور للماتم كل ليلة. لازم يعني اللي منتمي إلى ماتم معين أو أي ماتم آخر يعني لازم يحرص الرادود، لأنه واحد يقول لك أنا مشغول، أنا يا دوب أخلص اللحم مالي وأنا أقدر أحضر. إنزين المشكلة عدم حضورك ده يأثر واجد، لأن أنا أحس بعض الرادود الرواديد والشعراء الرواديد خاصة جميل في أدائه، لكن لما تطالع وجهه ما في إحساس، كأنه قاعد يقول شيء مفروض عليه ولازم يؤدي الليلة تاسع، لازم يكون قصيدته وخلاص يعني. فده الإحساس ما يجي إلا بهالطريقة. النقطة الأخيرة أنا أقول، وهالكلام أوجه حتى لكل معزي ولكل شاعر وليس فقط للرواديد، لازم يخصص الواحد إلى نفسه في كل محرم ليالي معينة يقعد فيها بس بروحه مع نفسه، يعني 5 دقائق 3 دقائق يقعد بروحه يقرأ لنفسه يعني، ويشعر بال لأن هذا يخلي، لأن الرادود أيضا لازم يتدخل في القصيدة شوي. يعني اقترح أنت على الشاعر، لأن شو اللي يخليك أنت كرادود تشعر أن القصيدة اللي تنتسب إليك أيضا وليس للشاعر فقط؟ نعم. من اقتراحاتك أنت يعني لما تعيد القصيدة على نفسك وتقول للشاعر ليش ما خليت هنا كلمة بدل كلمة الشهيد، ليش ما خليت كلمة مثلا أي كلمة أخرى أو غير ذلك؟ يعني مهم جدا عشان تشعر أن هذه أيضا بصمتك على الـ على الـ على القصيدة أيضا، وليس فقط هو الشاعر عطاك إياها، أنت مو كاستمر. نعم. أنت الرادود ليس زبون. صح. مهم جدا، لازم يفهم الرادود هذا الشيء. الرادود أيضا لازم يفكر في نفسه كشريك في القصيدة. صح. بس أبو قاسم في بعض الشعراء لو أنت تقول له غير هذه الكلمة يقول لك هذا اللي عندي وما يعطيك شيء، يعني يمكن يزعل، يمكن لا يعني يرفض أنه يكتب إليك. طبعا هو لازم يكون ده شيء مو مجاني. يعني أنا ما أبي أغير بس لأن أبي أغير، أنا أقصد يعني يقعد يقرأها، يقرأ قصيدة، يقرأ الفقرة، يسأل الشاعر، مو لازم حتى يقترح، يقول له أنت ليش اخترت هذا البيت، يأخذ يعطيه. نعم. لو في بيت واحد، لأن أنا لاحظت إذا الرادود يسوي ده الشيء شو اللي يصير لما بعدين يطلع الموكب يشيل القصيدة، من يوصل لهذا المقطع اللي تناقش فيه مع الشاعر يصير عنده إحساس يعني. فمهم جدا أن أنت يعني البضاعة دي اللي تأخذها أيضا تحس أنك جزء منها يعني. حسنت جميل. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذه الليلة، وأخيرا نشكر الأستاذين العزيزين ونسأل الله لنا ولهم دوام الموفقية والسداد. وقبل أن نختتم هذه الحلقة أود أن أسلم على سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.